في معنا عادل يوسف باستوديو ومضة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك يا مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. شو رأيك بأرمنة اليوم؟ Great experience كالعادة. يعني أنا أول مرة جيت السنة اللي فاتت, وأكشن لما جيت المرة فاتت كنت جاي من أمريكا, ما كنتش قاعد في مصر لسه, فعجبتني وصممت إن احنا نيجي السنة دي. بس السنة دي جينا كمان أز عارض مش بس زائر. يعني فرصة كويسة وإن أنا أتقابل مع نوعين من الناس أنا عايز أتكلم فيه, العرب الديفلوبرز كوميونيتي, وده كوميونيتي مهم قوي بالنسبه لي, والكوميونيتي الثاني الانفستور والبيزنس كوميونيتي, وده برضو كوميونيتي كبيره وانا شايفه موجود هنا. عادل, انت مؤسس شركه جديده ناشئه اسمها وايرلس ستارز. خبرنا شوي عنها, وكيف من وين اجت الفكره لتاسيس هذه الشركه؟ وايرلس ستارز شركه الفكره بتاعها ان احنا وي نيد تو ترانسفير تكنولوجيا, وننقل التكنولوجيا اللي موجوده بره ننقلها في العالم العربي. التخصص بتاعنا بالذات الموبايل كلاود كمبيوتر, الموبايل, لان انا شايف ان المحمول هو النكست بلاتفورم او البلاتفورم الثاني بعد الديسكتوب والبي سي, والكلاود كمبيوتنج عشان الحاجات دي كلها لازم تبقى موجوده في الانترنت. ليه؟ عشان نقدر نشارك المعلومات دي بين اكبر عدد من الناس, ونقدر نوصل لاكبر عدد من الناس, ما نبقاش في مصر او في الاردن او في لبنان بس, نبقى جلوبال او عالميا. الشركه دي عشان تتعمل كانت تشالنجينج شويه, لان في لوت اوف تكنولوجي زي ما اتفقنا, او تكنولوجيا المعلومات لازم تبقى موجوده. فالتيم اللي اسس الشركه دي في الاول كان عنده الحمد لله الاكسبيرينس دي. انا نفسي كنت جاي من شركه جوجل, وقعدت في جوجل 5 سنين, واخدت جوجل فاوندرز اوورد فور انوفيشن في الاريا بتاعه الموبايل. فدي كانت جريت اتشيفمنت فور مي, وجريت او يعني حاجه عملتها كويسه, دفع كبير قوي ليا عشان اتنقل الخطوه الثانيه, ان انا اللي عملته هناك ابتدي انقله هنا. والفريق بتاعي برضو كلهم كانوا موجودين في سيليكون فالي, سواء في ياهو او في مايكروسوفت او في انفيديا. انتوا اليوم موجودين بمصر. نعم. خبرنا عن التطبيقات اللي صارت طلعتها وايرلس ستارز لحد هلا. احنا اول تطبيق عملناه كان لوكيشن اوير موبايل سوشيال نتورك. طب يعني ايه؟ تقدر تفكر في فيسبوك, ازاي ناخد فيسبوك بس ننقله للريل لايف في الحياه بتاعتنا. يعني انا بروح مكان, المكان ده بيعجبني, عجبتني حاجه فيه او حاجه ما عجبتنيش, اقدر اشارك المعلومه دي مع اصحابي على الفيسبوك وعلى تويتر. اقدر اعرف ايه الاماكن اللي موجوده حواليا, يعني اقدر اشوف ايه المطعم القريب, ايه المستشفى, ايه مكنه الصرافه القريبه, محطه البنزين, خدمات حكوميه وهكذا. وكمان اقدر اقول رايي فيها. كتير قوي بيحصل في مصر مثلا انك انت بتروحي مكان حكومي ومش عارفه مين اللي معاه طابع الشرطه, مين اللي معاه الدمغه, مين اللي معاه, وتقعدي تسالي. المعلومات دي موجوده في دماغ الناس, احنا عايزين ناخد الكلام من دماغ الناس او من اللي موجود في عندهم ونحطه على الكلاود على الانترنت, وبكده اي حد جديد بيقدر يعرف المعلومه ديت يقدر يكتشفها. حطي على كده بقى حاجات تانية كتير, سواء مثلا هنا في لبنان ايه احسن مطعم اكل فيه, انا غريب في لبنان فانا مش عارف مطعم اكل فين, الفندق اقرب فندق اسعاره كويسه, هل في انترنت ولا ما فيهوش, هل في فطار ولا ما فيهوش, كل المعلومات دي موجوده في لبنان الناس. ده بس انت فين؟ اليوم عم نشهد كتير اقبال على هذا المجال. يعني في تطبيق وموقع كمان اسمه نخرج. نعم. كمان بيحط لائحه بكل المطاعم, هو كمان مصري بالقاهرة وبكل مصر, لايحة عن شو الأسعار وشو الطعام اللي بيتقدم وشو القصص التانية اللي بتميز في هذا المطعم. كيف بتميزوا حالكم بهالمجال؟ هو التميز بتاعنا اللي انت حضرتك لسه قايلاه. نخرج موجود فين؟ موجود في القاهرة. صح. ماشي. بس لحد هلا هني عندهم مشاريع انه ما صح جايين على العالم العربي. المشكلة بقى بتقابل فين الديفلوبر؟ ماشي, هو عايز يروح للعالم العربي, طب هيجيب منين الأماكن اللي موجوده في العالم العربي؟ هيجيب منين الكونتنت المينيوز؟ هيوصل الداتابيز بالظبط. دي احد الحاجات اللي موجوده اللي بتعوق البروجرامر او الديفلوبر ان هو يوصل من مدينه لبلد للعالم العربي كله. وفي قبل نخرج في ناس طلعت تاني السنه اللي فاتت برضو في مصر وحاولوا يعملوا نفس الكلام بس ما طلعوش بره القاهره. ليه؟ يعني خلينا واقعيين, يعني it is expensive, الحاجة مكلفة ان انا اقدر اجمع المعلومات دي. التكنولوجيا اللي هما بيستخدموها لحد دلوقتي انه بيجيب المعلومات دي يدوي, بيلف ويجيبها يدوي. طب احنا مختلفين في ايه؟ احنا من الاول given الباك جراوند بتاعتنا او الخلفية بتاعتنا, انا متعود في جوجل ان الناس تبني تكنولوجي ذات سكيل, تكنولوجي ان تقدر توسعها ما تبقاش لمكان, تبقى لكل الاماكن اللي هي البلاتفورم او المنصة. أهمية المنصة دي إنك أنت مش بس بتبني حاجة لنفسك وبتقدري تخلي الناس تستفيد منها.
ابسط مثال انا قلته جوجل هو ادسنس. جوجل عندها الايه المنيو الريفينيو جنريشن او الفلوس بتيجي فين جوجل من ادفرتايز. طيب انا كان ممكن اعمل الموديل القديم ان انا يبقى عندي الويب بيج بتاعتي وعندي الادفرتايزرز بتوعي، او ممكن اعمل بلاتفورم منصه الناس كلها تقدر تروح للمنصه ديت وتجيب ادز وتحطها في الويب سايت بتاعي. ده في رايي عمل حاجه اسمها الاونلاين ماركت، الاونلاين ادفرتايزنج. ليه؟ لان انا دلوقتي مش مشغل بالي بالادفرتايزنج، انا بروح لجوجل وباخد حاجه احطها عندي في الويب سايت بتاعي، ويبقى انا في الويب سايت بتاعي هدفي ان انا ازود المحتويات بتاعت الويب سايت وازود الحاجات دي عشان الناس تيجي على الويب سايت بتاعي وانا اكسب وجوجل تكسب. ده الفكر بتاعنا وده الاختلاف. يعني نخرج انا مش شايفه كومبيتيتور او ان انا شايفه ده كومبيتيشن ليا، لا بالعكس، ده انا شايف انا اقدر اساعده، وده السبب ان احنا موجودين في عرب نت السنه دي. الجول ايه بالنسبه لنا؟ احنا بنينا انت فين دي على بلاتفورم وده الكلاود كومبيوتينج. الجول بقى ان احنا نفتح البلاتفورم ده لكل العالم العربي عشان انا عندي مشاكل اقدر استفيد من البلاتفورم ده، ما اقعدش ري انفنت ذا ويل او اخترع العجله زي ما بنقول الاول وابتدي من الاول، لان هياخد وقت طويل وهياخد افور كبير. وغالبا اللي بيحصل بتلاقي الجلوبال كومبيتيتور بسبب ان كل واحد فينا عايز يخترع العجله ماشي، بيجي هو بالدبابه يشيل الماركت ده كله. وده حصل في الاونلاين بس مش عايزينه يحصل في الموبايل، واحنا وركينج ان احنا نحل المشكله دي. شو اللي حابب تشوفه بمجال تطبيقات الموبايل بالسنه الجديده؟ بتطبيقات الموبايل بالسنه الجديده انا نفسي اشوف لوكال ابس، ابس متخصصه في كل العالم العربي اللي انا قلته دوت، بس بالتارجت النيد بتاع المستخدم العربي او بتشوف ايه اللي هو محتاجه. يعني انا مش عايز اشوف حاجه جايه من بره واحنا بنعملها هنا، انا عايز اشوف حاجه نابعه من احتياجاتنا الشخصيه. انا شفت في الايديا سون حاجات كتيره بيزد على افكار محليه خلاص. انا نفسي ان شاء الله ان احنا نقدر نينيبل ده يحصل، نقدر ان احنا نساعدهم بان احنا نفتح بلاتفورم يساعد كل الديفلوبرز دول ان هي تبلد الابلكيشنز بتاعتها بسرعه. بس مش كده وبس، هاخد نفس المثال اللي قلته على جوجل ونشوف ازاي نعمله في الموبايل. دلوقتي البلاتفورم بتاعي دوت انا بخليك انت تبني ابلكيشن عليه. دلوقتي في 10 ابلكيشنز هيتبنوا عليه، لو كل ابلكيشن بيجنريت 100,000 يوزر ده معناه ان على البلاتفورم في مليون يوزر ماشي. لو كل واحد من الابلكيشن ده حاول ان هو يحل مشكله المونتايزيشن او ان انا ازاي ادخل دخل البرنامج لوحده هنفشل، لكن لو كلنا تعاوننا عن طريق بلاتفورم ان احنا ندخل دخل للمليون يوزر عن طريق مليون يوزر والفلوس دي بعد كده تروح للابلكيشن وتروح للبلاتفورم هننجح. مظبوط. وده الهدف اللي ان شاء الله نفسي يحصل السنه الجايه. انا املي ان البلاتفورم ده يطلع وفي 10 ابلكيشن في 10 دول عربيه يتبنوا على البلاتفورم ده، وانا بقول 10 دول عربيه مش بقول 10 في مصر، 10 دول عربيه، ونحقق حلم جامعه الدول العربيه بس في التكنولوجيا يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لانك حكيت مع ومدة. متشكر. وان شاء الله نحن متمنين لك كل النجاح. متشكر جدا يعني. موفق.